وهي اجمل شغلانه ربنا ادهالي. أيوه. يعني شوفي قدماء المصريين بيبنوا اهرامات علشان يتخلدوا. نعم. ويحنطوا روحهم عشان يتخلدوا. انا ما عملتش حاجه واتخلدت في 240 فيلم تخيلي. ما شاء الله. ما شاء يعني حقيقه ربنا اداني اكتر من اللي انا كنت اتخيله. سعيده بده مدام ريم؟ انا الاول ما كنتش سعيده او ما كنتش فاهمه انا بعمل ايه. انما النهارده نعم ده انا احسن من توت عنخ امون واحسن من خوفو، لان خوفو ده هرم. انما انا افلام مريم وهي صغيره، مريم وهي بتضحك، مريم وهي بتعيط، كل عمري محسوب في افلام. فده انا متخلده تخليد قدماء المصريين الحمد لله. شفتي بقى لما يعني تعود يعني مريم فخر الدين بذاكرتها الى الوراء وتستعيد كل الحاجات اللي فاتت، ايه الحاجه اللي مريم فخر الدين كان نفسها تحققها ولم تحققها؟ مش عارفه، انا عمري ما كان نفسي اعمل حاجه خالص. مفيش اي حاجه حبيتي انك تحققيها وما تحققتش؟ لا، انا اولا بتكلم 6 لغات وعمري ما حاولت اتعلم لغه. هم طبوا عليا من السماء. امي من المجر فكانت بتكلمني فتعلمت المجري. طبيعي ودوني ها غصب عني. ايوه. ابويا مواليد جدة، ماما من مواليد المجر بودابست، وانا من مواليد الفيوم. اسره فيها 3 انفار من 3 قارات. اللي جمعنا كده رب العالمين. الله اعلم. طبعا بقيت اشتغلت في السينما عشان ماما حبت توفر 5 جنيه. يا خبر ابيض. وحياه ربنا. يعني شو انا ما كنتش عايز اشتغل في السينما ولا على بالي. كل لا 5 جنيه دي لسه ما اعرفش حكايه 5 جنيه توفرهم ازاي. ماما قاعد ميلادي 16 قالت لي عايزه اجيب لك ايه؟ قلت لها نفسي في صوره من عند واحد مصورات يعني لومز ومش عارفه ايه، مش الكودك اللي احنا بنصور دي. قالت لما بابا يطلع المرور، بابا ده لا يمكن نقول له حاجه زي ايه. لما بابا يطلع تصوري؟ المرور. لا هو مش شديد، هو كل الرجاله بتاع الزمن ده كانوا كده. لما بابا يطلع المرور، ابويا كان مهندس مفتش راي، فيطلع المرور. اروح معاكي ونصور صور من وراه. ونخبي الصور وما نوريهالوش، وكمان ما نقولش الواد يوسف لانه فتان. قلت لها طيب. رحنا عند واحد مصورات. فالراجل سال ماما تصوروا ليه المسابقه بتاعت فتاه الغلام بتاعت الايماج ولا تصوروا صور خاصه؟ فامي سالته ده ايه فرق بين ده وده؟ صور خاصه ب5 جنيه. كويس. صور الايماج دي ببلاش، واخد 6 كارت بوستال بس الصوره بتاعتي تنزل في الايماج. يعني 6 صور هديه تاخديهم لو اتصورتي. وياخدوا صوره للغلاف. فماما سالت هل الاسم هيتحط؟ قال لا، البنات تنزل بنمر. ماما اطمنت، قالت لا صورها كده، وفرت 5 جنيه. 5 جنيه. وروحنا، لا اشترينا المجله ولا سالنا في المجله ولا عرفنا طلعنا مسابقه ولا حاجه. جاي ابويا في يوم زعبيب امشي راكباه والله امي لو كان لها عيله في مصر كان طلعها ورماها لهم. المهم اداها قلمين، انما رمالي انا الشيكه ب 250 جنيه باسم مريم محمد. كسبتي. فخر الدين. كسبتي. فانا اللي خدت الشيك، انا ما طلبتش. هو ربنا اداهولي. سبحان الله. ادي حاجه. بعد كده ابتدت الصحفيين تيجي لي. اول فوق صحفيين ابويا طردهم، بس ابويا مش هيقدر يقعد العمر كله قدام الباب يطرد في صحفيين. بشار مفتش راي. جاء صحفي دخل ابراهيم الورداني. فده مريم بتضرب بيانو، مريم بتتكلم 6 لغات، مريم مش عارفه ايه. فابتدى يعمل لي حديث حلو جدا. في الايماج دي فيها المصور وفيها الاثنين وفيها الكواكب، فيها عارفه مجموعه من المجلات. فيها حواء. فكل صوري بقت في كل مجلات. دار الهلال. بعد كده ابتدت المنتجين تيجي. فاول منتج يعني انور وجدي. بختي وحش ان انا ما اشتغلتش معاه. كان انور وجدي اول واحد جاي. اول واحد. هو دايما يحب يكتشف ان ابويا طرده بطريقه من قدام، امشي مش عارف ايه، طرده بطريقه وحشه جدا. بعد كده حسين صدق نفس الحكايه. بعد كده جاله احمد بدرخان. احمد بدرخان له اهل في الفيوم، ابويا يعرف في ابوه في الفيوم ولهم عزبه، وكان ابويا بيوصل لهم ميه وحاجات. لما جاء احمد بدرخان ابويا ما تخيلش ان جاي ياخد نفسي في فيلم. ما جاش على باله. فده دخله. اهلا وزي بابا وزي اخواتك وكده. قام ايه؟ قال له شوف انا جاي هعمل فيلم، والفيلم ده انت اقراه. جاب له الكتاب بتاع ليلة بتاع لقيطة والسيناريو بتاع ليلة غرام.
فابويا اللي اراه، انا ماليش دعوه، انا قاعده زي الحمار ما فهمش ولا حاجه. خدش بالك، هل انا طلبت السر؟ ما طلبتش، ما طلبتيش، ما مش عارفه. ابويا قرا الروايه، عجبته. لا، عجبته جدا. كويس. قال لي شوف، احنا زمان بنقول ربنا يكفيك شر اولاد الحرام، انما اولاد الحرام ملهاش ذنب. الذنب ذنب اهاليهم اللي خلفوهم ورموا. فقال لي تبقي مثل اعلى لبنات جيلك. ده ابويا قال لي كده. حلو. انا قلت ايه؟ قلت ودي طيب. رساله وفعلا. بس برافو، يعني هو من بدري يعني واخد باله انه السينما رساله. انما فهمها دي. قال لي دي تبقي مثل اعلى البنات جيلك. وانا الكلمه دي فضلت الى الابد في ودني. دايما ابقى مثل اعلى البنات جيلك. البنات جيلك. صحيح. ابويا وافق. وانت مثل اعلى والله. الله يخليك. بس فانا قلت طيب. انا ما قلتش حاجه. قلت طيب بس. وذاكرت البتاع من الجلده للجلده. وعملت ليله غرام. امل حياه ابويا ان ليله غرام ده يفشل عشان ما اشتغلش تاني. انما امله بقى ما اتحققش. نجح. الشهر اللي بعده عملت المساكين. الشهر اللي بعده خمس اشهر ورا بعض عملت خمس افلام. طب انا يعني انا عايزه اسالك سؤال. ايه الحاجات اللي ممكن تقولي يعني لنفسك يا ريتني ما كنت عملتها؟ مش مهم افلام. هقول لك حاجه. انا دايما انا بني ادم اسيب الحاجه لربنا. هي دي خلقه. انا متربيه ان انا ما اتكلمش. اقول لابويا افندم محاضر ونعم، والامي افندم محاضر ونعم وبس. وعمري ما قلت كلمه لا الا بعد ما امي ماتت. ياه. انما لا دي ما طلعتش من بقي. حتى لما بيجي لي راجل عايز يتجوزني اقول له طيب. ماما امتى توفت؟ امتى؟ من سنتين. من سنتين. شوفي بقى العمر ده كله لحد الوقت ده كله تقوليش ابدا. ما قلت لا. تخيلي سبحان الله. قمه ال ايه ده؟ ايه ده يعني؟ هقول لا على ايه؟ واحد يجي عايز اتجوز اقول له طيب، هو انا عارفه ان ده كويس ولا وحش؟ اتجوز واجرب واشوف. بعد ما يطلع وحش اقول لا انت وحش طلعني. انما من الاول انا ما عنديش الملكه ان اقعد اقول ده ينفع جوز وده غني وده فقير. لو ما عنديش الحته دي ما تقوليش. ما اعرفهاش. لا بلاش في الجواز. طيب في اي حاجه، ايه الحاجه اللي الشغل ممكن تقولي يعني تندمي عليها، تقولي ندمتي عليها؟ لا ما عندكيش ندم. انا ما كانش ليا قوي اصلا رغبه اشتغل في السينما. لما اشتغلت بلاش السينما. حلوه ماشي. طب بلاش السينما. اي حاجه مثلا تكوني حبي يعني فكرتي كده قلت يا ريتني ما عملتها، يا ريتني انا ندمت اني عملت كده. ما فيش الندم. مش موجود في حياتي. لا انا ما عنديش ندم ولا التردد. ما عنديش انتقام وما عنديش مراره. تلاقيني انا انسانه ما بتخانقش. هقول لك ما بتخانقش ليه وما بنتقمش ليه. والله انا انسان. رب اللي خلقني اسمه المنتخم الجبار. انا هنتقم ونايل. الله عليك. الله ربنا الله هو اللي ينتقم لي. الله انا في بيتنا. صحيح. ادي فرصه لرب العالمين يعمل لك حاجه. صحيح. يعني انا مثلا ببقى في مشاكل احيانا. صحيح. في مشاكل بقدر احلها. في مشاكل اصلي ركعتين اقول يا رب المشاكل دي جامده عليا، انت بقى حلها لي بمعرفتك. انا بقى والله العظيم ربنا بيحترمك والله بالكلام الحلو اللي انت بتقوليه ده. طب قولي لي بقى، مين الشخص اللي مريم فخر الدين تقول له حقيقي مشتاقه لساعة صفا معاك تاني؟ والله ناس كتير. زي مين؟ مشتاقه لساعة صفا مع اخويا لانه قبل ما يموت بقاله 10 سنين ما شفتوش. الله يرحمه. مشتاقه لساعة صفا مع احمد مصر حبيبي. الله يرحمه. الحقيقه الله يرحمه ويحسن. لعبد الحليم. يا سلام. لرشدي اباظه. رشدي اباظه. يعني شوفي في ناس مشتاقه لربع ساعه صفا. يا سلام. حقيقة. كانوا بتحسي معاهم بارتياح وساعه صفا. عارفه لما اشوف الافلام القديمه. عارفه بحس ان هوا دخل في صدري كده. الرئه يعني قوي قوي. الحقيقه. هم بالذات يعني قعادك معاهم كان ليه وضع مختلف عن الاخرين، المجموعه اللي قلتيها، الاستاذ احمد مظهر، الاستاذ رشدي اباظه، الاستاذ مدام آسيا الله يرحمها ويحسن إليها. طبعا. شوف دي تتعلمي منها، دي كتاب قد كده. تدرسيها عشان تبقي ربع مدام أكيد آسيا. أكيد طبعا طبعا. علامة يعني في علامات السينما كلها. يعني مثلا مدام آسيا دي كانت ماشية ورانا بمكوى حديد وبابور جاز بتديله نفس وصفيحة وفودرة. زمان الهدوم اللي بنلبسها في رد كانت عشان قطن طبيعي. فإيه تكوين على الواقف. شفتي بنطلون شكري سرحان عالي ده زي السيف.
تحط الفودره والمكوى دب دب تكوي على الواقف. شكرا الله يرحمها فعلا. ويا مدام في حديث اذاعي قالت الكلام ده، قالت انا كنت ما بخليهمش يقعدوا بريك غدا بريك غدا، لا لا قالت مفيش وكرشها يكبر كانوا بيقولوا بالذات مدام مريم لانه دورها كان ليه مواصفات خاصه جدا. مدام اسيا تقول لي انت ملكي ملكي. انا كنت ممنوعه انام مع محمود ذو الفقار، كانت تاخدني عندها في البيت تقول لي انت هنا عذراء ما تنامش مع محمود، يعني شوفي لدرجه ايه ها منعاني انام مع جوزي في سرير واحد عشان تعيشي عشان اعيش الشخصيه. الله مفيش منتج النهارده يعمل كده ابدا ولا ده بل كمان حد يعمل لي كده. عارفه تخيلي عز الدين ذو الفقار الحرام كان على كرسي عجل ايوه وكان بيزحف انما كاميرا الساعه 7 كلنا واقفين عساكر. لا طبعا طبعا. طب مين الشخص اللي تقولي له انا اسفه جدا انا كنت فاهماك غلط وغلطت فيك؟ مين؟ ما اعرفش مفيش حد. انا ما حبيتش افهم ناس الحقيقه يعني انا ما بجريش ورا حد افهم لا مش عشان حد تفهم يعني والله هقول لك حاجه انا ما زعلش من حرام يسرقني. نعم لان لو سرقني هو مش هفلس من السرقه اللي هو سرقها لي وهو مش هيختني يعني احنا الاثنين مش ما جرالناش حاجه لا هو اختنى من السرقه ولا انا فلست الحمد لله. فالفلس والغنى ده من عند ربك برضه شوف ازاي. فانا كتير قوي اتسرق والله ما زعل ابدا والله فدايا بقى يلا الحمد لله. شوفي انا صعبه قوي انك تزعليني. مدام مريم انت قدريه يعني انسانه قدريه كل حياتك تخضع للقدر بتاع ربنا. لا مش قدريه يعني في حاجات انا ممكن اعملها في حاجات انا ما اقدرش اعملها ده بتاع ربنا طبعا كده ولا ايه؟ بالظبط. في يعني في دلوقتي انا بعتب على حاجه يقول لك ايه صناع القرار. ايه دول صناع القرار؟ امريكا بوش مثلا ولا المجموعه الاوروبيه ولا الملوك والرؤساء بتوعنا احنا يا عرب؟ في صانع قرار واحد طبعًا. هو رب العالمين والباقي ده كله ونعم بالله عبد عبد ونعم ميكروب قد كده تموته ونفس يطلع نفس ما يخشش ده صداقه. صناع القرار دول خطا في واحد صنع القرار سبحان الله. مدام مريم يظهر صداقه الفنانه الجميله فنانتنا شاديه لا 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 تاثير كبير عليك. هي ملهاش الاراء دي ملهاش الاراء دي هي متعبده لربنا هي نوع عبوديتها لربنا بتعبد ربنا بطريقه تانية غير اخر مره شفتيها امتى او اتصلت بيها امتى؟ لما اخويا مات يعني جت عزت يا سلام دي كانت اخر مره بتعيط على اخويا اكتر مني والله يا سلام ما هو الاستاذ يوسف فخر الدين ده من اعظم فنانينا الجمال اللي عملوا علامات في السينما فعلا واللي اعتزلوا بدري وعملوا لنا نقطه فراغ في الافلام وفي انت عارفه من يوم ما اخويا مات انا كرهت الكاميرا. انا الحديث ده هيبقى اخر حديث هعمله قدام الكاميرا. لا. ما كرهتش الكاميرا وانا بمثل لان بمثل مش مريم خدتي بالك شخصيه بمثل شخصيه الشخصيه اللي بتلعب بيها انما كده انا كرهت الكاميرا وده كده. عشانك انت واخر حديث يا حبيبتي لا ان شاء الله تعملي على طول حديث ليه حديث مش هقدر الاحاديث لا ربنا انما تحبي التمثيل لا التمثيل ممكن امثل انما اعمل حديث اصل لما بعمل حديث ببقى انا مريم بتتكلم فبتشرخ من جوه عارفه بتاثر بما ان ما زالت فنانتنا الجميله مريم فخر الدين محتفظه بالحاجات الحلوه دي جواها واحاسيسها الرقيقه المرهفه جواها انت بتشعر هي بقى بساعه صفا ومع مين؟ انا على طول بساعه صفا مع روحي انا من جوه صافيه مع نفسي الحمد. يعني مثلا انا عايشه دلوقتي لوحدي نعم انا ما اقدرش اقول لك لوحدي عندي ثلاث قطط على سلم السيرفيس ومامتهم ما عندي انا فتحت باب المطبخ لقيت مامتهم دي بترضع ثلاث عيال فايه صعب عليها هتطلع شويه لبن فهي عايزه توري عيالها ان العيال دي بتشرب اللبن ده يتشرب مش يترضع فقامت حطت بوسها في الطبق اللي فيه اللبن جم العيال وراها حطوا بوسهم فايه شربوا لبن فكل يوم احط لها اكل لا يمكن ماما قطه دي تحب تاكل لقمه الا لما ياكلوا ويشبعوا ويروحوا يناموا هي تاكل الفضله. شوفي حتى ماما عند القصه دي لها قيمه صحيح ربنا قال جنه تحت اقدام الامهات طبعا ف يعني دي اللحظات اللي دي لحظات السعاده عندي يمامتين كمان في البلكونه اللي على جنينه الحيوانات كمان احط لهم قمح يجي الدكر والنساء ياكلوا بعدين الدكر يخش عندي في البلكونه يقعد يقول لها كوكو كوكو وهي تيجي تقعد معاه شويه وبعدين يطيروا
فشوفي شغله نفسي في حاجه. انا طبعا عندي التلفزيون عشان بعرف 6 لغات وجايبه 650 محطه ها، فكل المحطات شغالين في مخي، المجري شغال. عارفه بالليل لما اجي انام اجيب القناه المجريه واوطيها، احس ماما معايا في الاوضه بتكلمني. اصل انا ما سمعتش مجري الا من ماما، ماما بس. يعني اتعلمت لغه من بني ادم واحد. ما سافرتيش المجر؟ سافرت بس انا ما حبيتش المجر. يعني رحت المجر ما حبيتهاش، اهل امي ماديين عارفه مش حلوين، فما حبيتيش. اهل ابويا احسن من اهل امي. يا سلام. طب ايه اللي يعكر صفو صفاء مريم فخر الدين؟ ما فيش حاجه تعكر صفاء. ازاي يتعكر؟ دي مش مهم، صعبه. مفيش حاجه تعكر مزاجي خالص. وبعدين هقول لك حاجه، يعني بطيئه جدا. يعني مثلا انا بعد فتره لما جوزت محمود زفار حسيت ان انا مش هقدر اكمل معاه. فايه قعدت 4 سنين اعمل خطط عشان اتطلق منه. من غير ما يضربني علق ومن غير ما يعمل لي اي حاجه. بحس ان هو يحس انه مهدود لدرجه ما يقدرش يبص في وشي. شوفي بقى دي تعملي خطط ايه بقى؟ اشغل مخي. تشكليه، تخنقيه، تعملي ايه بالظبط؟ لا لا، خناق لا، ما كلموش نهائي. حاضر وافندم ونعم كالعاده. طب هل دي ممكن تخلي راجل يطفش ولا يقول الله يسلمك مش ست حلوه؟ احنا كنا ساكنين في نفس العماره في الروف. حلو. فانا في نفس العماره ايه اللي انا فيها حاليا؟ في الروف. وبعدين لقيت صاحب العماره طالع معايا في الاسانسير. كويس. قلت له انت عندك شقه فاضيه في العماره؟ قام قال لي طبعا في واحده فاضيه، تعالي. عايزاها، عايز يخلص منها. يخلص منها. فايه اجرها لي ب 45 جنيه ايجار و 45 جنيه تامين. حلو. كويس. طبعا انا ما قلتش لمحمود ذو الفقار. ده اخبي اخليه يروح المكتب اكلم في الاعلانات المبوبه. ديكور مش عارف ايه، عفش بتاع، يجي لي حاجه. اصل انا ممنوع اخرج في البيت لوحدي. لازم افضل في البيت. السواق ده جاسوس كمان. ولا اقدر احط فلوس في البنك. كمان خالص ممنوع. ممنوع منع بات. لان هو بيديني ربع جنيه مصروف. طب انا جبت الفلوس دي منين؟ ده انا لسه لي بقى حوار في الحته دي. ايوه. طب حوار مهم جدا. طب انا هسالك سؤال. لو كتبوا عنك جمله في التاريخ، تحبي ايه الكلمه اللي تتكتب عن مريم فخر الدين؟ كيف تعيش سعيد مع نفسك. شوفوا ازاي انا مصالحه مع روحي. الله عليك. يعني عارفه انا مصالحه جدا مع روحي. وكل مطب ليا عنده، له عندي مخرج. مخرج. فوق البيعه. المخرج اللي مش موجود عندي اقول الحقني يا رب، انا مش موجود عندي، ده عليك انت. يعني كيف تعيش مع نفسك؟ انا سعيده مع نفسي جدا. يعني انا من النوع اللي اقدر اقعد سنين لوحدي. الاقي قرايه. الاقي تلفزيون. الاقي قطه العب بيها. انت مواليد برج ايه بقى؟ العذراء. برج العذراء. زمان كنت غاويه صيغه. دلوقتي الصيغه بقت غاليه. بقت غاويه زرع. حلو. بقت غاويه قطه، بقت غاويه حاجات اللي ممكن اخدها بفلوس شويه. وهقول لك حاجه بقى. الزرع لازم الخاتم الالماني طبعا، لان بتشوفي كل يوم حته من ربنا. يكبر الزرع، يموت الزرع، تسقيله، تديله سباخ. عمر طبعا. طبعا. طب تخافي يكتب عنك ايه مدام مريم؟ ويكتبوا اي هباب ما يهمش. ما يهمكيش. انا عايشه مع روحي، انا متصالحه مع نفسي. منتهيه. ما شاء الله. انت ما بتخافيش ابدا من مدام مريم؟ لا خالص ابدا، اخاف من ربنا بس. الباقي كله فيش الحقيقه. الحمد لله. طبعا دي انا موافقه طبعا. في حد انما بيقولوا ما فيش سعاده من غير خوف. والله انا في سعاده. شوفي انا طول عمري عشت سعيده برغم من كل المشاكل. حتى كل المشاكل دي عشت سعيده، لان انا بقى شغلت هنا. شوفي ربنا خلق لنا ده فوق. عشان تشغلي ده في الاول، بعدين تشوفي، بعدين تشمي، بعدين تتكلمي. يعني عارفه كل ده. انا دايما اشغل مخي. الحمد لله. اقول مخرج ده مطب بيت الواحد يطلع منه ازاي. كده 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 عارفه. اطلع منه. ان ما عرفتش عليا بركعتين ويا رب الحقني. الحمد لله. شفتي. طب بما انك بقى انت ما بتخافيش يكتبوا عنك ايه وما بيهمكيش ايه اللي هيتكتب، طب ايه رايك بقى تشوفي احنا يعني هنقول ايه على مريم فخر الدين وكتبنا ايه؟ ممكن؟ ايه رايك؟ طيب اتفضلي. موافقه؟ يلا بينا نروح نقعد بقى هناك على الكراسي ونشوف. اتفضلي معايا. اتفضلي معايا.
نشوف بقى كده دلوقتي بعد ما قعدنا جزء كده تسجيلي لمريم فخر الدين. اوكي شوف الشاشه مريم فخر الدين. جيوكندا السينما العربية. القديسة والجمال الأسطورة مريم فخر الدين، الأميرة إنجي، إحدى أجمل نجمات الزمن الذهبي للسينما المصرية، صاحبة أجمل وأروع وجه أطل على شاشات السينما العربية، حتى أطلق عليها نقاد عصرها الملاك الرقيق لرقة ملامحها وبراءة طلتها الجديدة على السينما آنذاك. ولدت مريم فخر الدين بمدينة الفيوم لأب كان يعمل مهندساً للري، وكانت والدتها مجرية الأصل، حيث حصلت مريم فخر الدين على البكالوريا من المدرسة الألمانية، وبدأت مشوارها الفني في عام 1951 من خلال فيلم ليلة غرام من إخراج أحمد بدر خان، والذي اكتشفها من خلال صورة لها على غلاف إحدى المجلات الفنية، لتنطلق مريم بعد ذلك انطلاقة فنية كبيرة، حيث حقق فيلمها نجاحاً غير عادي، مما جعل والدها يصر على رفع أجرها بصورة كادت أن توقف مسيرتها الفنية، لولا أنه قد تم زواجها من السينمائي الكبير محمود ذو الفقار لتنجب ابنتهما إيمان، وليستمر زواجهما 8 سنوات، ويقع الطلاق ليتم زواجها بعد 3 شهور فقط من طبيبها الخاص، وتنجب منه ابنها محمد، ليتم طلاقها منه بعد إجبارها على دفع مبلغ 5000 جنيه مصري، ولتسافر فور طلاقها إلى بيروت وتقف بطلة أمام المطرب فهد بلان، لينتهي الفيلم بزواجهما وانتقاله للحياة معها في القاهرة. حبيني اليوم حبيني وجافيني بكرة جافيني، يمكن بكرة أنسى اسمك، يمكن بكرة أنسى رسمك. عاشت مريم فخر الدين حياتها بأسلوب وفلسفة خاصة جدا، حيث اتسمت شخصيتها بالصراحة الشديدة وأحيانا القاسية، ربما لأنها واجهت في حياتها صعابا ومواقف لا تنسى كانت تواجهها وحدها تماماً، رغم كثرة الأصدقاء حولها من داخل الوسط الفني وخارجه. وتحققت لمريم فخر الدين مسيرة فنية ثرية لا يمكن إغفالها بأي شكل، وسطرت بأدوارها تاريخاً حافلاً لا يمكن أن يتجاهله مؤرخ السينما العربية. ورغم أن فينو سينما الأمس قد أصبحت مثار أقاويل وتعليقات الجميع الذين يندهشون كثيراً من تصريحاتها، إلا أنها لا تهتم ولا تكترث كثيراً بما يقال عنها. جسدت مريم فخر الدين ونوعت في العديد من الأدوار على الشاشة، فأدهشت الجميع بدور الفلاحة الطيبة، وكانت مذهلة حينما جسدت دور العاهرة الفاضلة عن غادة الكاميليا في فيلم عهد الهوى. ولا أحد يستطيع أن ينسى الأميرة إنجي، حيث وصلت إلى ذروة الأداء المتميز، فشكلت من خلال هذا الدور نموذجاً لفتاة أحلام كل الشباب الطامع للجمال والبراءة والحب، كما كانت أكثر من رائعة وباتت مثالاً للرومانسية المتجسدة في شخصها، حينما شدا لها العندليب الأسمر برائعته بتلوموني ليه. تعالوا بنا اليوم نلتقي بهذه السيدة شديدة الخصوصية والثراء والغرابة، تعالوا بنا اليوم نجلس ونستمع ونستمتع بسيدة من زمن الفن الجميل. سير الحب
دايم يا قلبي يا دايم. تعالوا بنا اليوم لنرى الواقع بعيونها ونسمع عن الماضي حكايات منها وعنها، ونسجل شهادة ربما نستفيد غدا منها. تعالوا بنا نعرف ماذا حدث لمريم اليوم وماذا عن مريم الأمس، وهل يبدو الفرق بينهما ببعيد؟ يا قلبي يا دايم. تعالوا نرحب بسمو الأميرة إنجي ونعرف ماذا تبقى داخلها من هذا العهد السينمائي الملكي الجميل، وماذا يعجبها اليوم، وهل هي حقا غاضبة؟ في ساعة صفا. حلوة قوي التقديمة دي، جميلة سعي، عجبتك؟ وأنا مش فاكرة أني عملت كل الأفلام دي وحياة ربنا، بنسى أحيانا. عايزة أعرف يعني وانت بتتفرجي على نفسك حسيتي بإيه؟ شفتي إيه في الفيلم ده؟ فكرك بيه؟ بحس إن أنا طايرة في شوفي بحس بالظبط خوفه اللي بنى الهرم وقعد اتدفن فيه وشاف نفسه كده. مش ممكن تكون في صناعة أجمل من صناعة السينما. شوفي يعني بقولك قدماء المصريين بنوا أهرامات وحنطوا روحهم وعملوا سراديب وترب عجيبة عشان يبقى البقاء. انا عندي بقاء من غير تعب. هو تعب طبعا بس مش بتعب من ابني هرم علشان مفيش حاجه السينما دي. طبعا مفيش حاجه في الفيلم اللي شفتيه او محطه معينه اثرت فيكي دلوقتي انت بتتفرج او شفت حسيتي كده بذكريات معينه تجاهه؟ يعني كل مشهد له مليون ذكريات طبعا، كل صوره لها ذكريات اثرت فيكي. يعني مثلا سعد عرفه في لقاء في الغروب، سعد عرفه في الفيلم الثاني بتاعه بتاع مع الذكريات. مع الذكريات سعد عرفه ده مخرجين القلائل جدا ان انا بحبهم من قلبي الحقيقه. صحيح. ده فجر فيا حاجات انا ما كنتش عارفاها في نفسي. مع الذكريات ده دور هند رستم مش دوري. مش دورك. قلت له يا سعد هات هند رستم وريحني وريح نفسك. قال لي ابدا انت هتعملي الدور ده. قلت له ازاي يعني؟ مواصفات ما عنديش. طبعا هند لها مواصفات جسمانيه فظيعه. انا بقى ليمون ومشمش وحاجات مش صغيره دي. قال لي شوفي هجيب لك باكو قطن حطيه هنا وحط شويه سدر على الوش، عارفه زي الفراوله المغشوشه اللي تحت بتاع حبه فراوله على الوش. وبعدين كرسي واحط قطن ومش عارفه ايه، واول مشهد اطلع على السلم. فطبعا طلع زي البوصه كده زي العمود. لا يا مدام هزي. طبعا هزي دي ما عنديش حته هزي. طلعت يجي 25 مره في الاخر زهقت منه. طلعت له القطن اتفضل يا استاذ سعد قطنك انا مروحه مش هعمل الدور ده. جروا يا مدام مريم بالقطنتين. حولي كمان مره من فضلك. والله في برضه مشهد برضه في الفيلم ده مفروض انزل في بركه قارون. البركه دي كلها فيها دود من اللي بيلزق ويمص دمك نزلت لقيت الدوده لزقت فيا وما مشيتش لما شربت دمي وكبرت وقعت. يا خبر. راح هو بقى دايما يلبس بدله وبتاع فان هوزن. راح نازل بهدومه جوه البركه. طبعا هو نزل، هو المخرج طبعا. احنا بنحترم المخرجين طبعا. هو نزل قلت له خلاص انت نزلت انا مضطره، وعملت المشهد ورجلي فوق رقبتي الحقيقه. والله الدرجه دي ممكن كان الممثل يضحي بنفسه كده. راح نازل بالبدله والبتاع القميص الفان هوزن ومحترم. هو طول عمره ما يلبس بقى حاجات مخرجين كده. لا فانا الله يرحمه ويحسن اللي كان من المخرجين الزراف اللي انا احبهم قوي. طب ايه تاني من الافلام اللي جبنا حته من لا انام، وجبنا من يعني كل شخصيه جميله، شخصيه الفلاحه البنت الرقيقه الطيبه النقيه. اي طبعا الحته الطيبه شغاله عليهم كلهم. طبعا لان وشي لازم يدي طيبه. يعني مثلا حتى غاده الكاميليا دي، هي غاده الكاميليا طيبه المفروض. والفلاحه طيبه، كله طيبه. كله انما طيب. الشخصيات مختلفة، واحدة فلاحة غير واحدة عهد الهوى. عهد الهوى طبعا. مدام مريم انا مش هخيرك دلوقتي يعني نشوف ارشيف ولا نشوف فاكس ولا نشوف ايه. انا معايا مع شاشتي مفاجأة كده لطيفة، ممكن نشوفها؟ تفضل.
مساء الخير مدام صفاء. مساء الخير يا مامي. اول مره اتكلم من غير مذيع او مذيعه، فمفروض ان انا انطلق. مفروض ان انا اتكلم ان مثلت فيلم وانا صغيره. الحقيقه الفضل مش ليا، ما كنتش ممثله عبقريه ولا حاجه، الفضل يرجع لعمي عز الله يرحمه. هو اللي عرف ينقيني انا من دون ولاد عمي. كان بابا قال له اشمعنى ايمان؟ قال له ايمان طفله وبتتصرف بتلقائيه انها طفله، وفي حروف ضربه عندي كانت كتير قوي، فهو نقى الواحده بتمثل مش بتمثل، دي طبيعتها كده والدور هو بتاعها كده، مش انا عبقريه ولا حاجه. السينما انا عمري ما فكرت ان انا امثل في السينما. وانا صغيره طبعا كانت لعب وكانت لذيذه، والله يرحمه انكل رشدي كان ظريف وكان جو حاجه لذيذ، بلعب مش بمثل. على كبر كان نفسي ابقى حاجه تانية خالص، مش ممثله. مثلت كام فيلم كتجربه، ماما قالت لي ما تقوليش على حاجه لا من غير ما تجربيها، فجربت. مش مساله التمثيل اللي مش بيعجبني، هو مساله الطريقه بتاعتها. انا بنام بنام بدري بصحى بدري، ما ينفعش، ما اعرفش يعني، روتينيه، بحب كل حاجه في مواعيدها وكل حاجه في وقتها. لو عملت يوم مختلف احس ان في حاجة غلط، ازاي مثلا ما عملتش كل اللي انا بعمله كل يوم. انا بمثل بس كان بطريقتي انا. اشتغلت مدرسة والحقيقة كنت بتمتع بيها قوي، الاطفال حاجة جميلة. كل يوم كنت بخش بمثل، بس مش بمثل بقى بس، انا المخرج والمؤلف والممثل. ازاي تشد انتباه الاطفال الصغيرين ان هما يهتموا بحاجة مملة، درس ممل دمه تقيل وانا عارفة ان هو دمه تقيل، ازاي اخليهم يبصولي، ازاي اخليهم متشوقين ايه اللي هيحصل بعد كده. فطبعا كل يوم كان في اخراج جديد وسيناريو جديد وتأليف جديد علشان اشد انتباه الولاد. ايه رأيك في المفاجأة دي بقى؟ أمورة بنتي حبيبتي دي، شفتي دي بقى اول فرحتي في حياتي ايمان دي. وبعدين دلوقتي فعلا ايمان بقت اول فرحتي فعلا. صحيح. اموره صداقتك بيها تشبه صداقتك بمامتك؟ لا 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 اعوذ بالله، لا فرق. مامتي انا العبد وهي السيد. يا سلام. انما هنا احنا اصحاب اصحاب اصحاب، فرق بيني وبينها 18 سنه. فيعني انا مش حاسه ان انا ام. انا حاسه الاول كنت شغاله ام، لان ام جديده عليها جدا جدا، انما دلوقتي بقينا اخوات. طب انت ام جديده عليها جدا، مع انك كنت تعاني. انا بناتي، انا بعتبر ايمان دي اختي. طبعا يعني انا اعرف ان انت كنت تعاني من شده ماما. ماما فظيعه، ما عندهاش الا طلطشه، انا ما افتكرلهاش الا ايديها الله يرحمها قد المرزبه. وطخ طخ تضرب. عشان كده انا لما جوزت محمود ذو الفقار بقى لطشي، ما كنتش بزعل، متعوده على الضربه اصلا من بيتنا، جايه له مضروبه جاهزه فهو متعود. عامله بروفات جاهزه. يعني ما كانش حاجه، لا ماما حاجة وأنا مع بنتي حاجة تانية خالص. خالص خالص. أصحاب. أنا استجرى، أنا بنتي ما استجراش أقول لها تلت التلاتة كام. ليه ماما كانت شديدة كده يعني؟ لا هي ماما تكوينها دي جاية من المجر، دي مش من فصيلة، دي من فصيلة أتلة حاجة. يعني عارفة أتلة، أنا وأحمد مصر كنا بنتراهن على أتلة. ده جد جنكيز خان، يعني شوفي بقى جنكيز خان ده حفيده. ده عيل من عند أتلة. المجر دول مش أوروبيين، دول آسيويين بتوع جنكيز خان. فدول كاركتر حاجة تانية خالص. ماما شديدة فظيعة قاسين يعني. طب هل تعتقد ان الفن خسر مريم فخر الدين أشياء زي ما أعطاها أشياء؟ والله شوفي أعطاني حاجات كتيرة جدا الفن. اعطاني حب الناس، دي طبعا ما تقدريش تعوضي. يعني شوفي طبعا انا النهارده بايعه عربيتي وبركب تاكسي. شوفي الراجل سواق التاكسي لا يمكن يرضى ياخد مني فلوس، اتحايل عليه وارمي له الفلوس في العربيه وامشي يجري ورايا بالفلوس. يقعد يقول لي افلامك يا مدام مريم، وابقى فخوره انه حافظ كل مشهد ويقوله لي طبعا كل فيلم ويحكيه لي. يعني شوفي حب الناس ليكي دي ملوش ثمن طبعا، لا يقدر بمال. وبعدين حب الناس وانا ماشيه ايد ورا وايد قدام. ولا عربيات تحميني ولا رشاشات ولا حاجه. اعمل كده التاكسي يقف، وكان في ناس ينزلهم. طب وهم ينزلوا عن طيب خاطر يقولوا النبي احنا نوصلك انت يا مدام واحنا نمشي وبتاع. عارفه
حب الناس ده كنز، كنز كبير طبعا. طب يعني هل بتعتبري انه الفن تضحيه ولا المقوله دي انت ما تنطبقش عليك؟ انا ضحيت كأم قوي في حته الفن يعني. مثلا انا كنت بردع ايمان، كانوا بيجيبوها لي كل ثلاث ساعات اردعها في الاستوديو. انا وانت انا وانت دي الاغنيه دي عن اذنك يا مدام، الداده جت مع البنت اتقلب لجاموسه ابتدي اردع البقره الصغيره العجله الصغيره. شوفي شق جدا طبعا. ايمان مثلا ما كانت عيانه جالها حمى روماتيزميه والدكتور قال ما تتحركش من السرير، فانا بشتغل في استوديو مصر بين المشهد والمشهد، اخد العربيه واروح الجيزه. لو لقيت، شوف انا عمري في حياتي ما تنرفزت ابدا، اضربيني بالنار ما تنرفزت، ها الا تنرفزت على الشغاله اللي كانت موجوده سايبه ايمان بتلعب في الصاله وما نايمتهاش ومش قاعده جنبيها، مع ان هي صنعتها تقعد مع ايمان طبعا كل حوالي. نزلت عليها ضرب، والله كنت هقتلها ضرب لحد ما رميتها بره الشقه طبعا. عارفه المره الوحيده اللي في حياتي اتنرفزت عشان ايمان دي وكمان لما ايمان كانت بتشتغل انا هي بتشتغل في نصيبيان وانا في استوديو مصر، اسيب شغلي واروح ورا ايمان بتعمل ايه في يعني عارفه الام، انا فقدت الام. مدام مريم ما زالت معنا الشاشة ونشوف برضو عليها إيمان. ماما إنسانة حساسة وبتخاف حد عارف يقرب لها قوي لا يجرحها. نفسي أسألك يا ماما، هل أنت فخورة بي أنا وأخويا؟ هل أنت راضية عننا؟ هل كنت تتمني أن يبقى في حاجة فينا أكتر من كده؟ يا رب تكوني مبسوطة بينا وفرحانة بينا. دلوقتي لو اتكلمنا على السينما، أنا عارفة إنك مش راضية عن اللي بيحصل اليومين دول. لو أنت حبيتي تعملي فيلم وحد قالك إيه أنا مستعدة أمول الموضوع، إيه القصة اللي أنت نفسك تعمليها؟ سؤال حلو قوي. انا يعني كان نفسي اساله وهي اخذت دور المذيعه وقالته. ايه رايك؟ هقول لك القصه. انا كتبت ثلاث سيناريوهات انا احب في واحده عن الام الام اللي انا متخيلها مثاليه فانا امل حياتي ان اعمل الفيلم ده. الام اللي انت متخيلها، اللي انا متخيلها مثالية. دي ام مثالية. مش زي امي ولا زي ولا زي اي حد ولا زي انما كمان. انا تخيلت شوف انا مياله جدا لحته الام دي حتى لو امك وحشه، لو امك بتلطش لك. انا عمري ما قلت لامي الا افندم وحاضر ونعم طبعا طبعا. ده نعمه ربنا عليا ان انا قدرت اقول لامي ده هي الشريره الحقيقه. مامتي كانت شريره شويه يعني مثلا كنت اعمل رد قلب كويس. ارجع واخده في نفسي قلم انا الاميره انجي فتيجي ماما بقى تعالي يا حبيبي انا هدرت لك المنابك من تشطيب المواعين تخيلي رجع الاميره انجي ولابسه الفستان الفوشيا ده الشيك وداخله بيتنا قليطة والصحفيين ومش عارف ايه. اقول لها يا ماما انا جايبه لي خمس خدامين ايه تشطيب؟ لا انت هنا في البيت ده الباش خدامه الباش خدامه يعني مدياني رتبه كمان يعني دول خدامين من غير باش انا باش انت الباش. انما عملت لي حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ ان انا بره مريم فخر الدين ممثله، جوه في بيتنا انا مريم ماما اللي مسؤوله عن كل الحاجات اللي بتحصل في البيت فدي حاجه مهمه فصلتني ادتني انا ذاتي مامة عيالي وجده احفادي ومش عارفه ايه والبيت وسخ انا اللي لازم اهتم بيه وبعدين بره انا مريم اكتر الفنانات اللي بينتحروا بيروح منهم ذاتهم. يا ساتر يا رب. انا الى حد ما رايح مني ذاتي يعني مثلا الدكتور جاي مره بيقول لي انت كلوتك تعبانه دلوقتي لازم تروحي تشيلي الكلى انا ما اتخضتش. معايا محمد ابني لقيته بيدمع، قلت له بيدمع ليه؟ ما انا هروح اشيل الكلى. تخيلت ان عماد حمدي هو اللي بيقول تعالى يا حبيبتي نشيلي الكلى في الفيلم مش بجد طبعا فدخلت عادي اما طلعت حسيت بالوكسه بعد العمليه، لقيت ابني شايل كيس قد كده مليان لحمه، فبقول له انت يا محمد جبت لحمه الكلاب تحت الارض؟ قال لي لا دي كلوه حضرتك يا ماما طلعت 8 كيلو. تخيلي حتى عيل 8 كيلو في بطني
ما كنتش حاسه. فيعني انا حسيت ان عماد حمدي اللي هيعمل لي عمليه مش الدكتور ويفتح بطني بجد وبتاع ده كده بنج كده وكده يعني. ففي حتت بتضيع مني. طب هل انت شايفه انه فعلا صح كده انه لازم الفنان يفصل؟ لازم يتفصل. اوعي تضيع منك صفاء ماما. اوعي صفاء ماما دي حطيها في الاول وبعدين اي حاجه ثانيه. طب هي سالتك سؤال قالت لك هل انت فخوره بولادك؟ فانت تقولي لها ايه؟ ايه انت فخوره بينا انا واخويا؟ قالت لك كده. انا فخوره طبعا بيها هي وباخوها بعدين. برافو. والله اشمعنى هي؟ عشان ان هي البنات شوفي هي اكبر. هي اكبر من محمد ب 12 سنه. فهي قدرت تستوي بالطريقه اللي انا عايزاها يعني. استوت كانسان. محمد لسه صغير. لسه صغير. ولا لسه يعني ما وصلش المرحله اللي انت حابه. لسه مش الشخص اللي انا اتمناه. عايزه حاجه. انما ايمان لا طبعا الشخص اللي انا اتمناه. ما كنتش اتمنى بنت احسن من ايمان الحقيقه. لو نتصفح شوية أرشيفك ونشوف الأرشيف هيقول إيه. الأرشيف اللي عندي بيقول أبي مات بسببي وأمي نجحت في أن تقسمني نصفين. نصين نصين. لا يمكن نصين دي ما قلتش. إنما هو أبويا مات بسببي فعلا. نازل هو وأخويا راكب العربية. نعم. فالعربية ركنت بعيد عن الرصيف شوية. أيوه. فهو نزل لقى قفشات مريم فخر الدين. مريم فخر الدين في عيني. ابويا اتمخول لاني على الحيط على كل الحيط. فبقى يبص على الحيطان ما بقاش يبص على الشارع. جاء واحد بسكليتة بين العربيه وبين الرصيف وقعوا راسه جت في الرصيف جاله ارتجاج في المخ. يا لطيف. ده اخويا اللي حكى كده الله يرحمه. هو اخويا وابويا وامي وكلهم. هنا بقى انا كنت لسه راجعه من شهر العسل. وكنت عند الكوافير. فجاء محمود زرفار عدى على السواق قال هات مدام مريم ابوها في مستشفى صدناوي. فانا رايحه مستشفى صدناوي لقيتهم مطلعينه على النقاله واخويا ماسك ايده. فانا مسكت ايده الثانيه قلت له بابا. فهنا بابا فتح عين وحط ايدي انا وفي ايد اخويا. ومعرفش يتكلم. عارفه ارتجاع المخ ده. قام قال لي يعني خدي بالك من اخوك ده. فهمتها. طبعا هنا بقى اخويا اتقلب بقى ابني ما بقاش اخويا. ولو ان انا فرق بيني وبين اخويا 4 سنين عمي يعني. 4 سنين. انما انا بقيت ماما نمره 2. يعوز حاجه اجيب له عربيه. يعوز مش عارف كل حاجه طلباته مجابه. طبعا انا ما كنتش ناضجه ان ابقى ام. طبعا ابني ما معش هعمله كده. انما كنت صغيره فانا فاهمه ان علشان ابسط يوسف وابويا يبقى راضي عني اعمل له كل طلباته. فهنا انا بوظته الحقيقه كده. طب يعني ازاي ماما قسمتك نصين زي ما انت بتقولي؟ مش عارفه انا الحته ماما قسمتني نصين دي مش فاهماه. يمكن انا قلتها ونسيت. طب او يمكن انا مش اقرا لك ثاني. اقرا لك الارشيف الكلام. بتقولي بعد ان انتهيت من تصوير فيلم رد قلبي كان الصحفيون يلتفون حولي وينادوني بالاميره انجي. وعندما اصل الى البيت اجد امي تستقبلني. ايوه هي دي بقى بتاعت اللي حكيتها دي. ماما قائله تعالي انا حضرت لك منابك من تشطيب من المواعين. اقول لها يا ماما انا جايبه لي 5 خدامات. تقول لي انت هنا بقاش خدامه مدياني رتبه. يعني انت تقصدي على القصه اللي انت قلتها لنا. قسمتني نصين يعني نص فنانه ونص. يعني هقول لك حاجه. ابني مره كان داخل عندي ففي واحده بتعمل لي حاجات رمضان عارفه الاذاعه. دي قالت له تعالى ايه رايك في والدتك الفنانه الكبيره مريم فخر الدين؟ فكرك. هو رد عليه قال ايه؟ قال لي انا ما اعرفهاش وهي فنانه. انا اعرفها وهي بتطبخ محشي في المطبخ. ده انشان ليا. طبعا يعني ده انا ماما. انا مولوده ست ماما. انا مش مولوده مريم فخر الدين ممثله. ربنا خلقني ماما في الاول. طب علاقتك ببابا بقى قوية كده زي علاقتك بماما ولا؟ لا بابا ما كانش عندي فترة. أولا كان بيشتغل كتير. وكان مفتش راي على طول بيسافر. وبعدين كان بيجي احنا زمان الاحترام كان واجب عارفه. طبعا. يعني يجي بابا كله يبقى كلاب ينزل في بتاع عارفه زي السيد. بس هو ما كانش السيد. وعمره ما زعقلي. الله. عارفه انا من النوع اللي احترم ابويا وامي باحترام فظيع.
مدام مريم، ايه رايك نعود بقى الى شاشتنا ونشوف فنان ونجم كبير؟ انا بصراحه يعني تشرفت باني اول ما اشتغلت وانا طفله صغيره كان اول مسلسل اذاعي عملته كان هو بطل هذا المسلسل، لانه هو نجم من الاصوات الجميله ايضا، واشتغل معاكي. هنشوف هيقول لنا ايه على الشاشه. ده عمر الحريري. مريم فخر الدين، الحقيقه الواحد لما اتكلم عنها هيتكلم عنها كتير قوي، لان انا علاقتي بيها قديمه من بدايتها، وانا برضو كنت ايامها في البدايات برضو، يعني مش قديم بالنسبه لها كنت، لكن كنت برضو في البدايات. يمكن عملنا فيلم زمان خالص، مش عايز اقول تواريخ بقى، يعني التواريخ خليها في قلوبنا وفي عقولنا، وهو الناس بتشوف وعارفين احنا امتى ومش امتى والحاجات دي. عملت اول حاجه معاها يمكن في السينما كان فيلم اسمه نافذه على الجنه، كانت هي البطله بتاعته ومحسن سرحان، وانا كنت بقى الشاب اللي بحبها وبضحك على عقلها وبعتدي عليها وما اعرفش ايه، وبعدين في الاخر محسن سرحان يصلح غلطتي. فكان دي اول لقاء بينا، وطبعا يعني من ساعتها واصبحنا اصدقاء. ومش بس كده، كمان ازدادت الصداقه بينا، لان كنا ساكنين في عماره واحده، هما كانت هي وزوجها المرحوم محمود زلفقار واخدين الفيلا اللي في الروف خامس دور، واحنا واخدين الفيلا اللي في الجنينه تحت العماره كده، فكنا دايما مع بعض. وكان صديقه لزوجتي الله يرحمها ناديه سلطان، واستمرت زوجه صديقه لزوجتي الله يرحمها ناديه سلطان حتى بعد ما انفصلنا، فضلت صديقه ليها وكانوا دايما مع بعض، وعشنا حياه ظريفه مع بعضينا. وبعد كده بقى التقينا في افلام، يعني اذكر منها مثلا شباب اليوم كان انتاجها هي وكنت انا البطل قدامها، وعملنا برضو رساله غرام. رساله غرام ده له موضوع يمكن افكرها بيه. وقتها كان مطلوب انه في فيلم رساله غرام ده كان بتاع فريد الأطرش، وكان عايزين واحد من النجوم يبقى الخطيب اللي بيحبها، اللي بيحب مريم، الابنه الصغيره اللي هي بنت الابنة الكبيرة اللي هي برضو كانت مريم فخر الدين اللي فريد الأطرش كان بيحبها، واللي تبنى بنتها بعدين، وعايز يجيبوا بقى نجم يبقى حبيبها وهي بتحبه وكده. فجابوني أنا علشان أعمل الدور البسيط ده في أول الفيلم وفي آخر الفيلم، وكان المفروض أن أنا أضيف شرف، لكن للأسف الشديد الناس دول في الفترة دي ما عرفش، يعني كانوا ما هماش صادقين في كلامهم. فاكر انا وقتها كنت زعلت انا مع فريد، وقلت له يعني انا جاي ضيف شرف وانتوا قلتوا لي هذا الكلام ده وانتوا ما نفذتوش الكلام ده، يعني كتبتوا اسمي كده في باي طريقه في وسط اي ممثلين، لا وده كان خطا منكم وانا اسف جدا. وقعدت يمكن فتره طويله يعني ما بكلمش فريد وكده. صحيح الواقعه دي حصلت؟ طبعا. اصل هقول لك، عمر اول ما اتجوزت محمود زلفقار انا ورثت هو ومراته من محمود زلفقار، يعني هم اللي كانوا مصاحبين، وانا كل حاجه اخدها من اللي حواليا. انا كنت في المدرسه الالماني، صحابي زميلاتي بتوع المدرسه الالماني، انما صحابي عمر الحريري وناديه سلطان ايش اوصلنا انا للحاجات الامله دي كده. والله. انما انا كمرات محمود زلفقار دول كانوا ساكنين في العماره اللي احنا ساكنين فيها، فطلعين نازلين عليهم. بس فيعني مصاحبين. بعدين ناديه سلطان بعد ما عمر طلقها وانا اتطلقت من محمود زلفقار فضلنا اصحاب. يعني انا عايزه اقول انه واضح انه زمن الزمن الجميل ده اللي كنا بنتصور انه خالي من كل المشاكل وكل لا لا مفيش مشاكل. طب بس الاستاذ عمر برضو بيقول وقع ان هو برضو ضحكوا عليه او زي ما تقول خدعوه وكتبوش اسمه في المكان اللائق، اذا كان بيحصل برضو التاني المشاكل اللي ممكن بتحصل دلوقتي. فاكره الواقعه انت
كويس. عمر والفيلم دي عمر ايامها كان عيل كويس يعني، يحمد ربنا انه واخد دور زي ده عند فريد الاطرش يعني. بصراحه انا رديت عليه دلوقتي شوفي